خلينا نيجي لدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت حريصة على تنظيم نسخة جديدة من مهرجان العالمين الجديدة، وبتسعى في هذه النسخة أنها تحقق المزيد من النجاحات، وضع أجندة قوية ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية تتجاوز أكثر من 20 فعالية بمشاركة العديد من نجوم مصر والعالم، وبتستهدف أنها تحقق نجاحات تفوق حتى نجاحات النسخة اللي فاتت. السادات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أدعو الآن الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإلقاء كلمته. تفضل يا فندم. مساء الخير وأهلا بيكم في مدينة العالمين وفي الجو الحلو اللي احنا فيه ده. الأول أحب أشكر جميع اللي حضروا النهاردة، معالي الوزير أشرف سلمان، رئيس جهاز المدينة، جميع السبونسرز اللي معانا، الإعلاميين سواء محل من وكالات الإعلام المحلية أو الإقليمية أو الدولية. أنا بس عايز أقول إن إحنا عندنا مجموعة من الأهداف في الشركة المتحدة. المجموعة من الأهداف دي منها الاهتمام بشكل كبير بصناعة الإعلام وصناعة الترفيه وصناعة الرياضة والمهرجانات. الدور بتاعنا في الحتة دي الحقيقة إن إحنا بنحاول على قدر الإمكان إن إحنا ننمي الترفيه في جمهورية مصر العربية. صناعة المهرجانات عالميا هي محرك أساسي لتنشيط السياحة، وهي محرك أساسي للترويج للمدن الجديدة. مهرجان العالمين العام الماضي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الموسمية للعمال والمتخصصين في عدد كبير من المجالات. حضر نسخة السنة اللي فاتت حوالي 1,000,000 زائر داخل وخارج، من داخل وخارج مصر، لنحو 69 فعالية. والحقيقة ان مهرجان العالمين هو جزء من المهرجانات اللي احنا مهتمين بيها. احنا كمان عندنا مهرجان ليالي مصر بنقدمه من حوالي 12 محافظة في جمهورية مصر العربية. يمكن لسه اول حفلتين او ثلاثة لسه معمولين، انما ان شاء الله هنلف محافظات مصر كلها بليالي مصر. في النسخة بتاعت سنة 24 احنا مستهدفين ان احنا نضاعف الرقم بتاع السنة اللي فاتت. استحداث انشطة جديدة من ضمنها مجموعة متنوعة من المسرحيات لابرز النجوم الفن المصري والعربي، نحو 10 حفلات غنائية لاكبر الفنانين في مصر والوطن العربي، اكتر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل افراد العائلة. طبعا الاهتمام بالطفل السنة دي ومهرجان نبتة، الحقيقة مهرجان نبتة من الحاجات اللي احنا فخورين بها السنة دي ان احنا بنقدمها عشان ما يبقاش فيه حد في الأسرة مش موجود معانا في مهرجان العالمين. كمان في بعض الأنشطة الترفيهية زي إنسومنيا وزي أدرينالين، ودي برضو من الحاجات اللي احنا استحدثناها السنة دي. في نحو 12 حدث رياضي يغطي عدد كبير من الألعاب الجماعية والفردية. مهرجان العالمين الحقيقة السنة دي كمان دخلنا في تعاون وبروتوكول عملناه مع مهرجان الرياض وهيئة الترفيه، وإحنا بنشكرهم على التعاون ده. هم السنة دي هيرعوا حوالي 4 مسرحيات وثلاث حفلات غنائية، وإحنا في نفس الوقت هنرعى في مهرجان الرياض مسرحيتين في مهرجان الرياض. كمان عايز أشكر مقدمي الخدمات اللي هم شركاء رئيسيين لينا السنة دي. السنة دي كمان مختلفة عن السنة اللي فاتت إن إحنا عندنا حوالي 24 من مقدمي الخدمات وشركاء لينا في هذا المهرجان. أنا كمان مش عايز أنسى الدور المجتمعي اللي إحنا بنحاول ان احنا نسهم فيه. احنا السنه دي بنقدم حوالي 60% من ارباح المهرجان هتروح لاهالينا في غزه. احنا مخصصين جزء كبير من التذاكر لابناء الشهداء. ايضا عاملين مناطق لاصحاب الهمم،
والسنة دي كمان احنا جزء من الشاطئ اللي احنا بنديره هنخليه شاطئ عام للمصطفين في العالمين. اخيرا انا احب اوجه الشكر للرعاة اللي هم شركائنا في هذا النجاح. احب اوجه الشكر للبريد المصري، لسيتي هيدج، الحديد عز، سيراميك الجوهرة، العرجاني جروب، صندوق التنمية الحضرية، جلوبال اوتو، بنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، وريكسورس، وللمول هنا كمان. شكرا جزيلا لكم على استضافتكم.